السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. اليوم المقابله نتاعنا مع هش، معناتها اكثركم طبعا يعرفوه. اهلا وسهلا هش، كيف حالك؟ مرحبا بك سي كريم، ومرحبا بالناس الكل اللي باش تتفرج على الحلقه نتاعنا اليوم. على كل حال، تنجمش تعطينا فكره للاشخاص اللي ما يعرفوكش؟ ديما نقول عباد، يقولوا لي ما عادش تقول عباد، يعني يقول اشخاص بشر. احنا ماناش عباد، بالحق احنا ماناش عباد، احنا ماناش عبيد. هذه دخلوا هنا في مخنا فكره عبيد. تنجمش تعطي فكره على شكون هو الهش؟ فهمت؟ خاطر فما ياسر اكيد اول مره يشوفوك وما يعرفوكش، معناتها باش يعرفوك يعني على حسب راحتك انت. طبعا باش نقدم روحي بطريقه مبسطه جدا. هشام شاب تونسي يعيش في المهجر، يفكر بكل حرية، لا ينتمي أناخشيست في لا ينتمي لا الإيديولوجيا ولا الدين ولا حد شيء. ما زلت نكتشف في العالم بيني نطفل صغير، الكرواء أحلى تعبير نلقاه لنفسي، كل يوم نكتشف وقابل للتطور وكهو. أما معناتها كلمة أناخشيست يعني فوضوي، يعني هذه كلمة يعني كبيرة، لكن الفوضى مش بالمفهوم الرخيص. فوضى دون لو سونس اللي سامحني اذا كان ساعات نقول كلمات بالفرنسي، خدنا القلم هذيك التعبير ان غوفيرنابل، معناها نرفض فكره انه شخص او انسان كيفي كيفه يقدر ياثر عليا ولا يتحكم فيا باسم ايديولوجيا او دين او فكر معين او حزب معين او 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 او, أو. فهمت؟ لكن الفوضى اللي نشوفها اللي هي فيها نظام في الفوضى، يا معناها ان اوردر دون لو ديزوردر. فهمت؟ مأمن بالانسان، مأمن بالقيمه نتاعو، وكما قلت لك نرفض معناها هذوما لي انستيتيوشن، كو سوسوا معناها لي انستيتيوشن معناها ريليجيوز والا ما بوليتيك والا ايديولوجيا وغيرها. فهمت؟ هذا هو ما لحقت فكري، هو بما معنى الالكترون ليبر، معناها إنسان حر في فكره. اليوم نفكر هكا، غدا نفكر بطريقة أخرى، بعد غدا وبعد غدتين، ديما في قابلية في التطور. فهمت؟ خاطر فما بعض المصطلحات نستعملها احنا مع الأسف عامة الناس، معناتها المصطلحات هذه عندهم عليهم نظرة صنمية. يعني وقت نقولوا أناخشيست، وقت نقولوا فوضوي، مباشرة يبادر في ذهن الإنسان العادي إنه إنسان ما يمنش بالقانون، ما يحترمش الآخر، يتعدى على الآخر، يفكر كان في مصلحته، أناني. إذن أنا نشوف اللي هذه مشكلة ياسر كبيرة، هي عندنا مشكلة مصطلحات يعني في المجتمع متاعنا. يعني المجتمعات متاعنا معناتها عندها مشكل في فهم المصطلحات. ويمكن احنا طبعا الموضوع متاعنا اللي نحبوا نشدوه اليوم هو طريقة الخطاب للوصول إلى عامة الناس، يعني كيفاش نجموا نحكيه مع الناس بأي أسلوب. احنا نعرفوا اللي المجتمعات متاعنا حطوا لهم أصنام متاع كلام، مثلا وتقول كافر يعني إنسان يعبد الشيطان، يعني إنسان ما عندوش حتى مبادئ، مباشرة يبدر في ذهنه. كيفاش أنت حسب رأيك هشام يعني نوصل الفكرة أو نصلح هذه المصطلحات عند المواطن العادي؟ طيب مثلا كلمة أناخشيست كلمة يعني مخيفة مرعبة، يعني إنسان فوضوي يعني إنسان مرعب. مش بالمعنى هذا. أنت تفهمها هكاك يا هشام، أنت تفهمها. أنا توا نكلم يعني كيفاش يفهمها الإنسان العادي؟ هل فما كلمة أخرى غير أناخشيست أو فوضوي تنجم تستعملها لكي المواطن العادي يفهم؟ هي شوف، قبل باش نفسر المواطن اللي كما تحكي لي باش نجم يفهمها، هي فلسفه ومتفرعه لاناخشيزم. فهمت؟ اللي شنو هو فكري يعني اش نحب نقول، لاناخشيست هو انسان اول حاجه واعي بهالادوار اللي تلعب فيها كما قلت لك، هذوما لي انستيتيوشن تاع الدين والسياسه وغيرها، للاستحواذ على قلوب او عقول المواطنين. فهمت؟ او البشر كما تقول انت. هي الاناركيزم من ناحيه ثانيه نوع من الرفض، تفهم فيه ولا
معناها نطمح الى معناها يمكن صغاس معناها ايتوبيك ما يمكن نوع من باش نوصلوا توا مثاليه نوع من المثاليه يعطيك الصحه مجتمع واعي ينجم معناها تقول انت اناركشيزم سوسيال اجتماعي قائم بذاته ينجم يدير شؤونه بذاته مبني على الاخلاق مبني على المنطق والواقع نظره معناها واقعيه قاعد فيه مش قاعد يصير حوله معناها سواء في المحيط نتاعو في المحيط العالمي لكن دون معناها كما قلت لك معناها السلطات اللي باش تتحكم في البشر خاطر نعرف السلطات هذم معناها تقول انت جعلت معناها كسوا الدين لتخدير الشعوب او السياسه معناها للتحكم في الشعوب مع العلم انهم الزوز يخدموا اليد في اليد ضد تفهم فيه ولا ضد معناها واش نقول لك معناها ضد الاراده نتاع الشعب فهمت كنت حابب نوصل لك ولا ضد اراده الشعب ولكن انا مأمن انه الفرد عادي نجم معناها يدير شؤونه بذاته فهمت يمكن شو زي باكم تكسبليك يا كريم هذه هي كنشوفها الامور فهمت ده خلينا 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 معناتها في نفس هذه النقطه هي نقطه مهمه جدا يعني حتى تستعمل كلمات فرنسيه مش مشكل انا نترجمهم معناتها كي تستعمل كلمه فرنساويه انت يقولها بالفرنساويه وانا نترجمها بالعربي بخاطر انا تقريبا 60% من اللي يشوفوا القناه نتاعي من الشرق الاوسط فهمت ديما يتشكاوا من الكلمات الفرنساويه هل السؤال نتاعي معناتها باش نكونوا خلينا من معناتها الفوضوي او الناخشيست يعني استعمال كلمات مثل هذه في الخطاب الموجه للجماهير هل يجب معناتها نسالك انت كسؤال هل يجب أن نستعمل هذه الألفاظ ونحاول نفسر المعنى نتاعها كما أنت توا عملت ولكن الناس مش باش تفهم خاطر باش تكلمهم بأسلوب فلسفي وأسلوب معناتها قوي على مخ الإنسان العادي وإلا نستعمل كما نقولوا مصطلحات أخرى تكون قريبة للفهم ويفهمها المواطن العادي ما غير محتاج أنك تفسرها له فهمتك حسب رأيك شنو أحسن؟ هو يشوف كل واحد بعد طريقته في الحوار فهمت ثم ناس عندها قابلية كما كنت تحكينتي معناها للتبسيط وثم ناس ممكن كيف يعني هي كما قلت لك أمور معناها فلسفية لكن هو نرجع نفس الموضوع كيفاش باش تلقى الكلمات انك باش تفسر له لكن بعد انت تعرف سي كريم ان الناس كلها للأسف والطبيعة هكا حبت انتماءات الى حلقات فكرية وانتماءات كما نقولوا نحن لابارتونونس ا ديسفير انتيليكتوال معناها ديستانكت ثم ناس عندها قابلية الفهم في ساعة ثم ناس لازمك تعود لها وثم ناس معناها كي هكا يبركول ينجم يكبتها فيت في فهمتش حابب نوصل لك ولا هذه في حد ذاتها مشكلة كبيرة معناها هذه هي مشكلة كبيرة انك كيفاش معناها داك الكتب اللي قريتهم وداك الافكار القويه هذيك كيفاش تعاود تهبطها للمواطن البسيط لكن زاد هو اسكو عنده زاد قابليه انه باش يفهمها ولا زاد لازم زاد هو يعطي شويه من نفسه فهمت حابب اقول لك يا كريم يعطي من ذاته باش يحاول زاد هو يفهمني اذا كان باش نهبط للنيفو باش نفسر له زاد هو لازم يطلع شويه باش يحاول يفهم مش قاعد اي لكن الناس اليوم للاسف كما تشوف اليوم الانترنت معناها اليوم عامله تقول انت معناها كيف الباغوميتر باش قيمه معناها نسبه الذكاء والفهم للمواطنين نتاع الدول هذيك في معناها فوا تطرح اي موضوع تشوف بعض الناس بك الاراء نتاعهم ولا معناها لي كونفرساسيون اللي عملوا فيها تحس معناها النيفو نتاع الفهم نتاعهم معناها تنجم تقدر ما تتحاور معاه والا لا لا وهذه في حد ذاتها مشكله كبيره معناها مشكله الفهم قبل التبسيط هي مشكله الفهم باي سؤال متاعي يعني هل نستعمل المصطلحات هذه ونفسرها وإلا نستعمل مصطلحات موازية لها هذا هو سؤالي بالضبط يعني إيش مش نلقاه فيك حسب رأيك أنت معناتها مثلا في عوض نقول له أنا جسوي أناخشيس ونقول له أنا حر في تفكيري أو أنا ضد المؤسسات الدينية أو ضد المؤسسات السياسية أو ضد المؤسسات اللي تتحكم في هال في سكونا بال المجتمع فما تستحب أنا يمكن هذه فين اللي تصير الإشكال كريم
خاطر كلمة الاناخشيزم كما كنت تقول كان نفسروها بالعربي تعطي الفوضى، الناس ترفض كلمة الفوضى خاطر بالنسبة لهم الدين معناها يدير شؤونهم العقلية والقلبية أو ما وراء الغيبية، والسياسة هي تدير أمورهم معناها الحياتية والقانون والقانون زادة. يمكن قلوا أن الاناخشيست عنده قانون ذاتي، قانون جماعي مبني على الوعي الجماعي. Alors qu'il y a pas mis à la loi et le jamais, chouf, on n'a plus besoin les bich, معناها نخبوا الناس باش يتحكموا فينا، معناها هذا العقل العادي ما يقبلهاش في الاصل. معناها اش عندك زايد عليا اوترمون دي، فمش حاب توصل لك اش عندك باش تزيد عليا ولا باش نعطيك من ايراتي باش نخليك انت تتحكم فيا. على خاطر نحن نعرفوا سي كريم اي واحد يوصل يشد مركز السلطه والسلطه لو بوفوار اي كورومبو، معناها اللي يشد السلطه فينالمون باش يخدم كان لمصالحه هو او مصالح حزبه او مصالح دينه او 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 فهمت. يعني نرفض هذا، نرفض جمله. الوغ يمكن نجم نقول بتفسير مبسط الاناخشيزم هو الرفض، الرفض الى فكره انه ثم بشر يتحكموا في بشر. نتمنى تكونوا فهمتني وفهمونا الناس. انا فاهمك اما يعني هوني يعني اللي تطرحها فيه يعني الاناخشيزم او الفوضى لا يمكن ان تكون الا في مجتمع واعي، يعني مجتمع فاضل. يعطيك الصحه، ما نقولش فاضل لكن بدات هي هالتوندونسيز بدات تظهر في معناها برشا دول في العالم، ناس قاعده تخرج من هالسيستم كريم، ناس قاعده تغادر، ناس قاعده تصنع في مجتمعات صغيره او مصغره وتعيش باخلاقها وتعيش بقوانين ما نقولوش وضعيه لكن قوانين صنعوها ما بيناتهم مبنيه على الاخلاق والانتخاب المساعده. فهمت حاب توصلك؟ نعم بدا هذا الكونسيبت. كلمك الكونسيبت هذا كما قلت لك مازال معناها ما نجموش نعموه على مجتمعات كاملة. التوا معناها موجود على مجتمعات مصغرة، معناها تقول حلقات مصغرة، فهمت؟ موجودين في حتى في تونس عندنا دي زاناخشيست، عندي أصدقاء زادة، فهمت؟ يعني نقول انغوفيرنابل، معناها يرفضوا فكرة إنه يحط بشر كيفه كيفه، خلقته الطبيعة باعتبار كلمة الخلق، معناها تتفهم في المحتوى هذا، إنه نرفض فكرة انه انسان باش يتحكم فينا، ولكن نعرفوا نحن الانسان هذا سواء رجل دين او سياسه او 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 فهمت باش يمشي امور المجموعه، هنا با بيزوان دو سا، لسنا في حاجه. ولهذا قلت لك مازال معناها مثالي نوعا ما، بلكش فلسفه مثاليه او مازالت مش وقتها، مي هنا نخدموا عليها. فهمت اي يعني وهذا مش على نطاق الدين فقط او السياسه. في بعض الأحيان يعني نضرب لك مثال، نلقاو هذا المثل حتى على الإنترنت، يعني كما نقولوا حتى على الساس متاع جنينة، فهمت؟ وإلا مثلا واحد عنده صفحة مثلا على الإنترنت تلقاه مثلا عامل قانون للصفحة متاعه يعني ديكتاتوري. أو مثلا بعض اللي يدعون الحرية والديمقراطية، مثلا نضرب لك مثال أخيرا معناتها هذا معناتها قبل 3 أيام تم إضافتي إلى مجموعة اسمها لمة التوانسة في الخارج. فهمتك. وبداوا يحكيوا زعما شنو هدف المجموعة ونتعرفوا على بعضنا، وبدأت تكبر المجموعة، وصلوا فيها تقريبا درجة 70 ولا 80 واحد. شنو الهدف متاع المجموعة؟ قال لا راهو هذه الهدف متاع المجموعة ما فيها حتى هدف، الهدف الواحد الوحيد إن احنا نتبادلوا الأفكار في إطار حرية بعد الثورة، فما هناك حرية وهناك ديمقراطية. يعني باختلافنا احنا كنا توانسه كذا كذا كذا. هي قلت لهم باين فما حتى مشكل، يعني احد الاشخاص اضافني بحسن نيه واضاف اشخاص اخرين. بعد مده بداوا يتكلموا معناتها كل واحد شنو المشاغل بتاعه، وبديت نسمع يعني يسبوا في الغرب اللي في المانيا كليب، المانيا درا شنو، وسقاط اللي في فرنسا كيف يعني كره. ومن بعد تبدل الحوار وبلادنا هي خير وهي احسن دوله وكذا وكذا، وبعد بشويه بداوا يحكيوا على المولد وسيدنا النبي وسيدنا الرسول، فهمت، والاخلاق نتاعنا الاسلاميه. بشويه فما واحد دخل كان ملحد قال لهم هل تعرفوا شنو عمل سيدكم؟
يا اخي العباد الكل سكتوا، فهمت؟ سكتوا يعني ما عادش تكلموا. يا اخي قال لهم راهو سيدكم هاوش عمل له، هاوش عمل له، هاوش عمل. يا اخي انا جيت وثقته مباشره، تم حذفي وحذفه هو في الاول وحذفي انا من طرف شكون؟ من طرف مؤسس المجموعه. جيت نشوف فيه نلقاه شخص كان يعيش في المانيا وتو يعيش في قطر، والصفحه نتاعو اسلاميه حجاب وكذا، يعني باش يوريك شوف مع الطريقه اللي يستعملوها من اجل يدخل بحنا. قلت له معلش تسميو فيها لما تونسيه، سميوها لما المسلمين في دوله الكفر مثلا. علاش تخادعوا في العباد يعني؟ وتترفع شعار الحريه في الصفحه نتاعك او في البروفايل نتاعك، وتجي مثلا تحط قوانين تقول مثلا اللي ما يعمليش جام نطرده، واللي ما يكتبش تعليق نطرده. هذا هذا فكر منحط. هذا التفاهات نشوفها الحريه. ماني قلت لك كريم، بالنسبه لي الحريه هي ممارسه اول حاجه. الو يا اما تقبل ناس على اختلاف افكارهم، وعلى هو هذاك هو اللي يبني معناها المجتمعات، هو كل احترام الاختلاف وقبول الاختلاف ككم غشاس كثروه باش الناس تزيد تتطور. انت تعطي تجيب من اختلافك وانا نعطي من اختلافي باش نبنيو، فهمت حبيت نقول لك ولا لا؟ باش تجيب ناس تفرض عليهم حريتك اللي انت كيفاش تشوفها، كما قلت ندخلوا في الدكتاتوريه، لان ما كونسيامون ندخلوا في الدكتاتوريه. وانا ضد الامور هذه، معناها علاش قلت لك راه ديما نرجع نقول للناس انتماءات مختلفه الى حلقات، سواء من الذكاء او من الفكر او الدين، او ناس انتماءات ما نجموش نخلطوا الناس كل مع بعضهم. يعني انت تؤمن بالطبقيه الفكريه؟ اكيد، وهذا مش اللي نقوله خاطر الواقع يقول، والانترنت خير مثال. لا بروف اللي كنت تقول فيها معناها هي تدخل باش تقول معناها باش كيفاش نقول معناها بور كونفيرمي معناها لي زيدي نتاع مولا الصفحه، والا تكون ضده ويخرجك. فهمت حاب نقول لك؟ ايه موجوده غصبا عنا. ديجا مش ما تهبطش نيتش باش يحكي مع واحد قاري سنه الاولى ابتدائي. مش حاب نوصل لك ولا؟ ايوه، لكن سامحني انا نسالك سؤال. هذه الفوارق الاجتماعيه معناتها في الفلسفه نقولوا ان الفوارق فما رايين في المساله هذه. الفوارق ما يسمى بالطبقيه الفكريه هي طبقية فكرية نتيجة السياسة المتبعة، ليس طبيعة بشرية. يعني لو ناخذ أي إنسان وقت يتولد ونعملوا له نفس الإطار متاع الإنسان اللي عنده طاقة وعي كبيرة يكون في نفس النتيجة. إذا احنا المسؤولين بالسيستم متاعنا، بالمجتمع متاعنا، بالتربية متاعنا، بالعائلات متاعنا، هو السبب في الطبقية الفكرية، ليس طبيعة بشرية. سيغت انت مع شكون يعني؟ مع هذا ولا مع هذا؟ يعني تعتبرها طبيعه بشريه ولا طبيعه فرضت على الانسان؟ شوف كريم، اني شو نقول لك؟ شوف الانسان كان عينه هو باش يتطور يتطور. اليوم شكون باش يمنعك باش يشد كتاب وتقرا وتثقف نفسك؟ شكون يمنعك؟ يمنعكش. خلينا نولد في حومه شعبيه ولاد حومتي بكل ماركات حبوسات، وهو ما يمنعش كنت نشد كتاب فلسفه، نقرا هيك، نقرا نيتش، نقرا كما قلت لك معناها تقرا كتاب طه حسين، تقرا نجيب محفوظ. اول حاجه لازمك تعطي من ذاتك، تفهم فيه ولا؟ والمجتمع يشجعك باش تقرا ولا ما يشجعكش. سي بور سا قلت لك الناس اللي الفاهمه يولي ماخذين مسؤوليه انهم هما لازمهم يديروا شؤون العامه، شؤون الطبقات المتوسطه وشؤون الطبقات السفلى. فهمت حاب نوصل لك؟ الفاهم هو اللي يمشي امور اللي مش فاهم. فهمت حاب؟ نتمنى نكون وصلت لك معلومتي. لا انا نفهم فيك. انا النقطه اللي حبيت نسالك عليها، يعني صحيح انها المجتمع كي ما يساعدش والاعلام كي ما يساعدش مثلا، الانسان يولي لازم يبذل جهد شخصي. يعطيك الصحه. فهمت؟ ولكن احنا علاش السيستم نتاعنا ما يوفرش هذه الظروف باش يكون خاطر بذل الجهد الشخصي ليس في متناول الجميع في هذه في نقطة. نقطة ثانية انه ببعض الاحيان الشخص لا ينتبه انه جاهل، لان الدايرين نتاعهم كل جهال. تو مثلا في بعض الصفحات او في بعض النقاشات مثلا في الانترنت او على الفيسبوك كمثل، يتخيب روحه هو معناتها العالم،
وهو مختار ناس بهاي ما قل منه. بشوف الغالب زعما سيطرته وديولوجته وطريقته في التفكير و نرفض أن الشيء هذا. علاش؟ يقول لك هو هي شوفة كريم الطبيعة كما يقول هيجل فرضت نوعين من البشر، يا تكون سيد أو عبد. تدكور هذاك مو أنا سيد أنا جسوي بادكور هذاك توا سامحني. أنا أنا قريت هذه معناتها وبحث فيها المسألة، هي صحيح واقع متفق معاك إنها واقع، يا أما تكون سيد يا ما عبد، ولكن هي ليس طبيعة بشرية وإنما فرضها السيستم. هو شوف ما دام توجد هالسيستم هذا، اذا كان توجد السيستم معناها ثم كما قلت لك سيد او عابد. اليوم بالمعنى اللي نلقاوه اليوم هما الليليتيس، معناها ليزيليت الناس الفاهمه، هما اللي يقدروا يتحكموا في الوقت. بس نورمال باش يقعد هو في الحكم لازم يكون هو واعي ويكون مجهل الناس اللي في الاسفل، فهمت ولا؟ يكون مجهلهم هكا كريم طبيعة الأمور. ولكن ليس طبيعة، عندما نقول طبيعة يعني نتولد بهذه الطبيعة، فهمتني أنت ولا لا؟ يعني بفهم لا مش نقصد هذه، مش نقول طبيعة الأمور، ما قلتش الطبيعة بالشكل متاع معناها لا ناتيور سي اللي معناها لي في دو لا ناتيور، نو قولي طبيعة الواقع. أي طبيعة الواقع والأمور وطبيعة الدول وطبيعة المجتمع و اللي واعي هو يمشي أمور اللي مش واعي. ما على معناها تقول انت الغفلات للي مش واعي على اساس انه واعي يوهموا اللي هو انسان حر لكنه في الاصل مش حر. معناها هو نوع من التمثيل، نوع من التمانيك تقول انت، فهمت؟ لكن هكا طبيعه الامور يا كريم. اللي يديمها في الحكم، لو تشوف رجل الدين علاش يقدر يتحكم في الشعوب، على خاطر اذا تتصور انت الشعوب كل قارين نفس المراجع مثلا الدينيه والكتب اللي قالها رجل الدين، ليه؟ على خاطر هو احتكر لنفسه سواديزون العلم اللي باش يسمح له انه يتحكم به في المعنى تقول انت الطبقات السفلى، فمش حاب نوصلك ولا. لكن وقتاش الانسان يوعد نفسه كيما اللي يقرا واللي يفهم يدرك الاشكاليه هذه واللي يمكن كلام فلسفي نوعا ما، لكن هكا هي طبيعة الأمور. لازم الإنسان يعطي من ذاته ومن وقته ومن ومحاولة زادة أن يحاول يفهم، معناها يزمو يحاول يفهم، يزمو يقرأ، يزمو يسأل، يزمو يستفسر. وبشوصل لهالنيفو هذا كريم كما قلت لك يزمو يتحرر من هالأصنام اللي زرعهم له في راسه، يزم يدرك واقع ويزم يدرك المجتمع نتاعه ويدرك محيط ويدرك ايش قاعد يصير في العالم. لكن للأسف الفهم ما هوش معطي للناس بكلها، نحبه ولا نكره سيكم سا مش مدري مش معطي للناس بكلها الفهم. يعني أنت تشوف معناتها السبب هو احتكار للمعرفة واحتكار للثروة. كان تسمح لي على نقطة كريم، قصة على حديثك بالعسل. مرة فاتت نقرأ في كتاب نجم ننصح للناس كلها لو ليفغ جون، هما سيري متاع 7 كتب حكيت عليها مرة في آخر فيديو. جابوا طبعا مش نعطيك مثال باش تحاول تفهم، يا طبعا العالم العربي بكل كي تجي تشوف تسلو في مجمله شنو سبب مشاكلك، علاش في الفقر، علاش في الهم، في الميزيريا، يقول لك مشاكل الغرب هو ضدنا والغرب الى توفي باش معناها يخلينا في الفقر ويخلينا في الجهل. لكن السيد جابوا في الكتاب هذا شي يقول كريم، شوف انه الغرب يبيدو كصنع لك الانترنت حط لك علمه الشيء اللي قواه حطهولك في الانترنت غراتويتمون. اي كتاب تدخل تنجم تيليشارجي غراتويتمون، معناها عطيك الشيء اللي هو بيدو قواه ومدهولك كادو وببلاش. ولكن مالغريسان ناس كريم تقعد مكبشة في جهلها ومعناها وتكفيهم طرف المعلومات اللي عندهم والثقافة اللي عندهم وكل خوف من التغيير والخوف من التطور يخليه يقعد في الميزيريا متاعه، ولكن ديما يقعد معناها تقول انت يرمي معناها مسؤوليه جهله على الغير، مع العلم انه هالغربي هذا عاطيه. لما ندخل على الانترنت تلقى مكتبات عملاقه كريم، نتمنى نعيش حياه وسنين وثلاثه باش نقدر ناكل كتب، فهمت؟ معناها عاطيك سبب قوته. لكن ما تنجمش مع هذا، ما تنجمش يجي يشد لك يديك ويشد لك راسك باش هو يقريك، مش عم نوصل لك ولا؟ يعني عاطيك سبب القوه نتاعو، عاطيك علمه،
شوف معناها يوتيوب او غيره معناها يعطيك لي فيديو يعطيك التفسير في الحياه تفسير للمنطق تفسير للذره تفسير للطبيعه. لكن نحنا كما قلت لك نرفض التطور نرفض التحرر نرفض. علاش؟ خاطر نرجعوا مساله الخوف نخافوا. نتمنى تكون فهمتني كريم. لا فهمتك. هنا نلقاو زوز مشاكل، يعني نطرح زوز مشاكل انا في المساله هذه. المساله الاولى انت قلت معناتها الغرب معناتها عطى الانترنت وعطى المعلومات وعطى كل شيء. ألا تلاحظ ان كل علوم الغرب اللي موجوده على الانترنت هي غير مترجمه للعربيه، وشعوبنا معناتها اغلبها تقرا العربيه، والاشخاص المثقفين اللي يعرفوا الانجليزيه والفرنسيه واللغات الاخرى اللي عندهم مجال باش يطلعوا على هذه المعلومات لا يقومون بالترجمه. على خاطر باش يلقاو نفس المشكله، انه حتى كي باش يترجموا ما همش باش يلقاو شكون يقراو. انت وانا نعرف ونحن العالم العربي وحتى في بلادنا عندهم مشكله مع القرايه. يا سيدي ما يقراو، خلينا احنا نفسروا لهم نحكيوا لهم بالدارجه نتاعنا. شوف اذا كان هو وصل لنيفو معين وصل لعمر معين وثقافه معينه والمحيط نتاعو المعين، ساعات كي تجي انت تحكي له بلغه مخالفه او مغايره لما هو متداول في المجتمع تترفض. اي نعم ترفض. يعني علاش قلت لك لازمنا نوصلوا وقت معين كما بكري حكينا فيه الموضوع، هو فو معناها كري ان نوايو دور وان جروب دو ريفليكسيون يكونوا لي زيديولوج للناس هذم. تبقى بالكش انا مانيش قادر نفسر كيفك انت، ومانيش قادر نبسط الامور كيفك انت، وبالكش ثم ناس اخرين كيفك انت لكنهم مازالوا في الخفاء. جو كوا زاد الي طون باش الناس هذم معناها يفكي سو مانيفيست ويعملوا مجهود. فهم اذا كان ما نقدروش نفسروا لهم لليوم وما نخدموا على الاجيال القادمه. لكن لما يزم يجي كما قلت انت المجهود انه باش نترجموا لهم ونحاولوا نبسطوا لهم الامور. هذه النقطه انه معناتها النقطه. وخليني في نفس هذه متاكد انه ثم ناس معناها كما نقولوا نحن يعطيهم الصح يقدروا يوصلوا المعلومه بطريقه كما تعمل فهمت كريم. لا هنا معناتها خلينا في النقطه هذه قبل ما ننتقل للنقطه الثانيه اللي باش نسالك عليها. النقطه هذه انت ما تشوفش اللي ما يسمى بين قوسين الطبقه المثقفه او الطبقه الفاهمه او الطبقه المتحرره نوعا ما تضيع في وقتها على الانترنت كل يوم في حكايات شخصيه وفي بارتاج فهمت نتاع اشياء اغاني اليسا واغاني درشنوة والا اغاني ما نعرفش شكون من الغرب، يعني كان شويه هو عنده ميولات غربيه. يعني التوزيع للفيديوهات اللي معناتها يمكن تساهم لتقديم المجتمع قليلة جدا، تلقاه على البروفيل نتاعو ميبارتاجيش معناتها الفيديوهات او المقالات المهمة، تلقاه نهار كل يبارتاجي على اشياء. علاش؟ على خاطر هو الهدف نتاعو هو قداش عنده من جام. انت تلاحظ لو تبارتاجي مثلا حاجة مهمة وفكرة مهمة تلقى 2-3 لايك، بينما كي تبارتاجي رقاصة ولا غناية إليسا ولا حاجة تلقى 1000 لايك. ولا مثلا كي تحكي على هاني مشيت للواحد يا أخي شدوني جماعة آخرين وضربوني على راسي تلقاها 1000 لايك. فهمت؟ منه كريم، اللوم عليه هو واللوم زاد على اللي مقابله. علاش؟ انت وانا نعرفوا سلتابلي ما خلينا في تونس، انا مش بتحكي ولا العالم العربي، خلينا في تونس نحن مضروبين بالكسل. صعيب يشد كتاب مع العلم انه الجينيراسيون والوقت اللي نعيشوا فيه توا هي جينيراسيون فيديو كورت، يعني اللي فيديو كورت هذه هي معناها توا مبنيه على الصوت والصوره. الناس ما عادش تحب تلقى وقت باش تقرا، لكن يحب ياخذ كما قلت انت معلومه ديريكتومون. ثم حكيت انه يعمل صفحات للجام ونشوف فيها تفاهات، معناها تفاهات، يولي هو بيدو خاين القضيه نتاعو. تقول انت قضيته اذا كان قضيه التنوير يولي خاينها، فهمت؟ على اعتبار حط لي جام معناها ايه فين باش توصل بعد؟ وحطوا لك 20,000 جام ايه هو بعد؟ سي جوست بور نورير لور زيغو الناس هذ يعني يغذيو في ليغو نقطه الضعف نتاعهم، هما بيدهم فارغين راهو في الاصل.
أنت خير وخير إذا كان كي تكون أنت فارق، قالوا في مخك ملا كيفاش باش تنور غيرك، تولي تزيد الضر. فهمت حبيت نقول؟ فهمتك. نرجعوا لل معناتها هذاك علاش معناتها لازمنا كما قلنا معناتها قبل، لازم معناتها نحلقوا تيار، فهمت، للأفكار المهمة اللي تثقف الشعب وتوعي الشعب، فهمت، ويكون كما نقولوا احنا انويو، يعني هو قلب معناتها يتلف حوله خاصة الشباب الجديد. خلينا نرجعوا لمسألة الغرب اللي حطنا كل شيء على الانترنت نتاعه وفتحنا الأبواب. تصدق أنت هذه الكذبة اللي أنا أسميها كذبة طبعا، اللي هي أن الغرب حللنا الأنترنت وحطلنا كل المعلومات نتاعه. هل تدري أن المعلومة مثلا عندما تكتشف الغرب تقعد من بين 5 و10 سنوات لكي تخرج للعلن؟ يعني هو حطلنا الأشياء اللي هو كمل منهم وفيه ما عادش حاجته بيهم لو واحد بالزبلة. أكيد أكيد. شوف كريم، هو زاد أخذ من وقته باش يطور من نفسه، هو أخذ من وقته باش يبحث، هو أخذ من وقته باش يفهمها، هو أخذ من وقته باش يفهمها ويتعدى للي بعدها. أكيد زاد هو سالارونش با، معناها باش يعطيك خلاصة فكره وش حط فلوس فكر الموضوع هذاك مثلا. فهمش حابب نقول لك لا، أي ولكن سامحني هذا احتكار للمعرفة. هو يفكر في روحه، هوني هذا الغرب اللي انت تحكي عليه، هو بدو أناني على خطر هو ما يفكرش في مصلحة الإنسان، يفكر في مصلحته هو الشخصية. صحيح في هذه وي وي جي با بونسي ا سا وي جي با بونسي ا سا، يفكر في ذاته. اسمع، هو يحط روحه وصي على العالم وتجي لكن هو زاد هو بدو ما منعكش انك باش تبحث زاد، انت زاد من على بطريقتك زاد، مش حابب اقول لك ولا لكن ما تنجمش توصل يخليكش توصل للمعرفه نتاعو، مستحيل اخوي. اذا كان هو ما يخليكش توصل للمعرفه نتاعو ابحث انت بطريقتك وحدك و... هذه حاجه اخرى. انت هذه حاجه اخرى او ايش خاطر بالنسبه لي؟ سامحني كريم قصة لحديثك. المعرفه نحن نعيشوا في العالم هذا ونعيشوا في الطبيعه هذه، المعرفه موجوده في الطبيعه هذه، هو خذ من وقته وبحث وكسر راسه وجرب وما مشيتش المره ولا مشيت المره الثانيه. زاد هو كما قلت انت في ربحه وفي ربح المجتمع نتاعو وتطوره وحضارته، انه اللي تعب عليه كل شيء يمدوا لك كادو، يعني يمدوا لك. هو يفكر جهوي، يفكر جهوي وقومجي، ما يفكرش انساني شيء. لكن الموضوع هذا ما يتطرحش على كل الأمور كريم، في الطب ولا حاجة، والطب الناس كلها معرفتنا في الطبيعة وعالم الحيوان وما هم سايبها للعالم كل، لكن ثم دي دومين أنه تخلي أنه الشعوب بذيك متطورة على الأخرين. هو كما نقول هو بحث بشكل يمشي يطلع القمر ويمشي المارس ويكتشف لزينيفيري لجالاكسي وما بعد النجوم، لكن اللي تشوف المجتمعات المقابله ما زلت تصل في سيدي الشيخ، معناها كي ندخل للتواليت بسيق اليمين ولا اليسار، هو بيدو واعي الغرب انه كان باش يعطيك من العلم نتاعه اللي وصل له هو، مخك انت ماهوش قادر باش يفهمه، ما عندكش الاليات باش تفهم اللي الشيء اللي توصل له. نتمنى تكون فهمتني. ماكش في النيفو معناها. لكن تعرف هي مساله شكون تخلق الاول، العظمه ولا الشجاعه؟ يعني اون فاند كونت الشعوب بتاعنا ما عندهاش درجه الوعي وما تحبش تبذل المجهود باش توصل له، وهو في نفس الوقت السيستم الكل العالمي فهمت مخلينا نكونوا هكاكا، مخلينا خاطر شوفه كريمه صاحبي، انا واحد من الناس نشوف الدين حطم عز ما يملك الانسان، هو الاسبري اناليتيك، معناها الفكر النقدي اللي يسمح له بشي انه التحليلي اللي يسمح له بشي يتطور. كسروا وزادوا قالوا لهم كنت خير أمة، معناه اكوابون انك باش تبحث ووالي على اعتبار انك انت خير بشر، فمتى وملاوا لهم عروسهم بالتفاهات اللي نعرفوها انت وين ونعرفوها الجامعة نتاعنا التفاهات الدينية ما عندوش الآليات اللي باش تسمح له باش يبحث وباش يفكر وباش يسأل، وسورتو السؤال هو الشعوب هذا مطوره كان كيسألوا معناها كيطرحوا الأسئلة اللي بها الفائدة. مش حبيت أقول لك ولا نحن رضينا بواقعنا،
رضينا بواقعنا وقعدنا جوش نتبع في الغرب القشور متاعه اللي هو لاماد وغيرها والغربي واعي كريم واعي انه هالشعوب العربية هذا معناها لا جدوى منها مجرد افواه تستهلك وتتكلم فقط حتى ليجي صوت تنويري كما قلنا في البلدان العربية هذه هو بيدو معناها يحارب او يقتل او 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 فهمت رضينا بواقعنا هيك هو علاش قلت العالم مبني على طبقية نحب ولا نكره سيد او عبد علاش لانه العبد بيدو كما نحن الشعوب العربية نعتقدوا اللي نحن خير الناس نعتقدوا هنا كما يقولوا فيها لا كونفيكسيون اللي نحن خير الناس مع العلم وقعنا يقول في المنظومة العالمية هذه نحن مجرد تافهات أفهم فقط تتكلم وتستهلك فقط بلك نحن ما هوش باش يعجزوا برشا ناس للأسف هيك هو الواقع هيك هو الواقع ما يعجبش ما يهمناش احنا نعبروا على أفكارنا بكل عفوية يعني حرية الفكر ما يسمى بالتفكير بصوت عالي فقط كنت مرة نحكي مع واحد يعني بوليتيسيان في بلجيكا فهمتك قلت له اللي شعوب بتاعنا جاهلة هكا الكلام اللي قلته أنت توا عاودته فهمت تعرف شنو جاوبني جاوبني قال لي وتتصور الشعوب بتاعنا متثقفة أكيد أكيد قال لي لا قال لي قال لي نفس الشيء شعوبكم كما شعوبنا الفرق من بيني وبينكم هو اللي احنا عنا إليت تحكم في هذه الشعوب انتوا ما عندكمش إليت وشعوبكم تقتل اي إليت وما تطلعوا كان الإليت الفاسد واللي ما عنده حتى قيمة هو اللي تحطوه معناته هو الكل بينما الشخص اللي عنده في مخه تكسروه تقتلوه تذبحوه حتى هو يهرب وما عادش يتكلم فلهذا هو الفرق بينا وبينكم لو الشعوب الأمريكية لم تمشي لأمريكا أنا طبعا نحكي مع جماعة عايشين في أمريكا الشعب العادي أجهل من الشعوب متاعنا سيسي في بالي في بالي حتى في أوروبا نعيش في أوروبا كريم ونعرفه نعرفه طبعا تحكي مع واحد أوروبي تلقاه ما عنده شنية تفكير وغير ويكند خدمة إلى كونسوماسيون إلى كونسوماسيون آخر وي وي سيسا كريم أنا شوف بل احنا يعتبر يا هشام ان شعوبنا مثقفة اكثر وشعوبنا كشعب مثقف اكثر من الشعوب الاوروبية ومن الشعوب الامريكية ولكن الليليت متاعنا فهمت مقهورة مقتولة مذبوحة فهمت يجي واحد مثلا ما عنده حتى قيمة ما عنده حتى شيء في مخه يردوه هو الزعيم كما تشوف مثلاً راشد ولا غير ولا غير وما تعبد ما عندهم حتى قيمة النجوات منحطة لكن كي يلقاو شكون يقتسلهم تفهم فيه ولا كي يلقاو شكون يقتسلهم سي نورمال يفا اكزيرسي سون بوفوار كاري معناها فهمت اي بيان سور او حتى رجوع عن الموضوع نتاع العالم الغربي ساعات الناس تصدق بالديمقراطية ضد فكرة الديمقراطية علاش باش نعطيك مثال كاري الديمقراطية نشوف اليوم هي مجرد معناها الكوفير انت تقول معناها اوندونتيل للديكتاتورية انا نعطيك مثال بسيط في فرنسا هيراكليت قالها راهو عنده 500 سنة قبل الميلاد وافلاطون زاد كي تقرا معناها افلاطون متاثر بهيراكليت يعني شنو قال هو هيراكليت قال لك الديمقراطية هو عبارة زوج اشخاص واحد يجيب تبن واحد يجيب ذهب كي الشعب الكل بهيم باش يختار التبن فهمتك وقت اللي قريت كما قلت فيها الديموكراسي أثينيان في أثينا مع هذا أفلاطون كان فهم ستون إستوار دوليغارشي ناس عندهم المال والثروة والعقل كانوا خايفين وهما أقلية كانوا خايفين أنه الأغلبية جهل أنه نهار من الأغلبية تثور عليهم إذا كان ثور عليهم الأغلبية لأننا نحكيه في الفوضى اللولانية بالكل الفوضى بمعناها وبخمية دقري تصير فوضى الحقيقية ألو إيش عملوا لهم؟ عملوا هجوغ دو سيستيم اللي هو يسميه اليوم معناها غوفيرنونس ريبريزونتاتيف ناس اغلبيه مصدقه تعطي اصواتها الى بعض الاشخاص باش تدير امورها اذا كانت تعطي صوتك للاقليه باش تدير امورك لان ندخلوا بطبيعه الامور ندخلوا في الديكتاتوري انه اكل الاقليه هذيك بما ان هي باش تقرر الاغلبيه فهمتني ولا جي هالفورم دو ديكتاتور هذه ما
ديكتاتورية الرأي وديكتاتورية القانون وديكتاتورية، لأنه هما من يقرر. فهمت؟ هكذا في فرنسا اليوم سلام مشو زان بياتو باش ينخبوا. 5 سنين التالي ساركوزي كان شادد وفرنسوا أولوند طاحوا. اليوم الوزير الأول متاع هذاك والوزير الأول متاع هذاك باش يعاود يقدموا الانتخابات. الشعب مصدق يصدق يصدق الوعود الانتخابية والأوهام هذا ويعاودوا ينخبوا. معناها كما يقول هيجل أنا ليترنيل ريكومونسمون، التاريخ قاعد يعاود نفسه وكل يوم خدامة قاعد يعاود نفسه. فهمت علاش؟ لأن الناس فما واحد أحد الأشخاص سمحني في تعليق، يعني ساعات معناتها الحكمة تخرج في أي بلاصة. فهمت؟ يعني واحد يتكلم على نسبة يعني كيفاش معناتها الشعوب شمال أوروبا كيما هولندا وكيما الدنمارك نسبة اللي مسجلين في الانتخابات نسبة تقريبا 30% اللي يعني يشاركوا في الانتخابات. عاد واحد رد عليه قال له نعطيك قاعدة تحب تفهم العالم، إنه على قد ما تكون النسبة متاع اللي يشاركوا في الانتخابات قليلة على قد ما الشعب يكون واعي. أكيد أكيد. يعني أكيد. مثلا احنا في الدول متاعنا يقول لك 99%، يعني 99% بهيم للأسف. وصدق ونحن صدق عنا عقلية كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا كانت باش تحكي بمنطق الراعي والراعية، لنا ندخل في منطق معناها الراعي والعلالش والخرفان. فهمت كريم؟ كما نشوفوا في الطبيعة راعي قدامه 50 علوش و20 معزة، بس نورمال هو باش يقود. يعني هي الديمقراطية على حسب ما فهمت معناتها كلامك، وأنا أتفق معك أنا ضد الديمقراطية. يعني الديمقراطية هي الدكتاتورية برضا. برضا وفي شكل منمق اللي سكون أبال الانتخابات وأحزاب و لكن كريم ديما الواقع هو بيدو. معناها من علاش نتبعوا فيهم؟ علاش نتبعوا فيهم احنا؟ نحن ديما في تبعية، ديما في تبعية، ديما ما نخلقوش، ما نبدعوش، ما نبتكروش، ما نعملوا حد شيء، ديما نتبعوا. السيستم موجود في الغرب نتبعوا. وزاد عنا عقلية الراعي الأخ أو الزعيم الأكبر أو الما فهذه في حد ذاته هو تكريس لمعنى الراعي والرعاية، تكريس لمعنى الراعي والخرفان. فهمت؟ كي نرجعوا للموضوع نقول بكل الاناركيزم، الاناركيزم اللي نحكي لك عليه هو انه كل علاش هذوك كلها انها نار معناها ديفين دي موتو اونغاجي، معناها خرفان تكلب وترفض فكره انه حد يقودهم بالخيزورانه. فمش حابب نوصل لك خيزورانه عدديه عربيه فصحى، هي العربيه الفصحى بالمعنى يفهموها بالكدا، يعني يفهموها بالكدا جماعه الشرق، يعني تو خيزورانه وما ادراك ما الخيزورانه. ولهذا علاش قلت لك الوعي ماهوش معطي لازم كلها، يلزم الناس تعطي من ذاتها باش تتطور. اللي يحب يبدل ويغير لازم أمومندني يعمل لك الفواج دانتروسبكسيون في داخليته، يفهم نفسه، يفهم واقعه، يفهم محيطه، ويقبل فكرة انه يتطور. ما تتطورش تبقى معناها جامد وغيرك قاعد يتطور. فهمت؟ هكا للطبيعة من لا يتطور يتأخر بطبعه، بطبق يتقهقر ولا هاي بالعربية يتقهقر. المهم احنا تو معناتها تقريبا عندنا ساعة يعني من الحديث، نزيدوا 8 دقائق ونقطعوا خاطر باش ما نطولوش عليهم. نرجعوا للموضوع نتاعنا الاولاني الاولاني الاولاني، هو كيف ايصال المعلومة الى الناس وكيفاش نفيقوهم. كما قلت انت تو يعني لازم الانسان يعطي من وقته ويعطي من جهده، وكما يقال يعني تقديس الاشخاص ليس مهم، المهم هو تقديس معناتها مش تقديس يعني الحقيقة نبحث عليها في الأفكار، ما يهمش شكون قالها. فهمت؟ شوف يعني. شوف كريم، بالنسبة لي كما في عالم الحيوان للأسف لا ريبيتيسيون مانو كونديسيونمون، هو يلزم الإعادة والتكرير، ويلزم صوتك أنت صوت حر منه وصوت حر من غادي وصوت من يلزم برشا أصوات حرة وتقول نفس الحديث. مش نقعد في مجتمع يخرج في كعبة صوت منا وصوت مغادي معناها أقلية ما نتسمعوش ومحد ما يوصل صوتنا، لكن لازم تخرج برشا أصوات والناس يزمها تكسرك الحاجز متاع الخوف، واللي عنده فكرة يقولها باش نكونوا قدوة للأخرين، لكن بالتكرار بالمعاودة.
يزمك تعاود وتجغجغ تفهم شحال نوصل لك. نفهم لكن مع الاسف احنا خلينا في تونس يعني عندنا معناتها نجم نقولوا احنا لا باس من الاشخاص اللي واعين يعني أكيد. لا بأس. ولكن اغلبهم مع الاسف يا اما ساكتين يا اما يخدموا وحدهم ساكتين على خاطر هما بدهم يخافوا من ردة الفعل متاع الأغلبية اللي دايرة بهم اللي هما الجهال للأسف. طفل مش عم أقولك سيرتولي يعني معزولين بوش. يعني معزولين نوعا ما بالمجتمع بالطبيعة ويخافوا من ردة فعل المجتمع يخافوا والناس اللي تحكم في المجتمع للأسف نعرفوهم هما لي دوز انستيتيوشن متاع الدين والسياسة يخدموا اليد في اليد باش يبقى هما في السلطة لازم معناها بقاء في السلطة مربوط بجهل الشعوب بهالدوالب متاعهم. فهمت شحال نقول لك؟ اي بقاء في السلطة مربوط بالجهل. باهي خلينا في اللي ناشطين تو احنا عندنا مثلا خلينا في اطار تونس يعني عندنا مثلا عرش تو بعض الاشخاص مثلا كيما مثلا راس الغول كيما جلال بريك كيما انت فما اشخاص اخرين فهمت معناتها ياسر علاش هذوما الاشخاص الكل فهمت ما يكونوش متحدين مع بعضهم فهمت شنو المتفرقين من بيناتهم علاش كل واحد مثلا نجي تحكي معاه يقول لك لا انا نحب نخدم وحدي انا نحب نخدم وحدي علاش مثلا انا مثلا شخصيا الصراحه معناتها وانت تعرفني نحكي على الكل فهمت يعني مثلا جلال وقت يقول حاجه معناتها باهيه ولا حاجه نقولها عادي ولا فلان يقول حاجه باهيه يقولها اي انسان يقول حاجه باهي ما يهمنيش فيه بغض النظر عن اي اعتبار فهمت. علاش خطر علاش اون فانت كونت انا فهمت حاجه حسب تجربتي ان في الحقيقه عندما انا ندعم انسان يحمل نفس فكري الحضاري هو دعم لنفسي تتقوى بيه انا وقتها يعني وقت ندعم جلال بريك ولا ندعمك انت ولا ندعم راس الغول فهمت هو في الحقيقه ندعم لنفسي عندنا نفس الفكر عندنا نفس طريقة التفكير عندنا نفس الأهداف عندنا نفس الوطنية عندنا نفس الإخلاص للوطن بتاعنا باش تحرير شعوبنا من هذا الجهل بينما البعض منهم مع الأسف لا يعني ما فهمش هذه الحقيقة وأنا بيدي يعني ما كنتش فاهمها الآن فهمتها فهمت شنو رأيك في هذه النقطة؟ أول حاجة نحن كريم متفرقين متفرقين كي ولاد الحاجلة اوقات وطبيعه حياتنا خصوصا الناس عايش في اوروبا تعرف انت المغرب مش محتاج باش نعمل لك في توضيح اكثر اوقات خدمتنا علاقاتنا الاجتماعيه ديجا نحن موجودين في عزله لكن كيفاش باش نتلموا اموان على طريق الانترنت اموان كنت تصنع جروب بيان فيرمي هذا هو الجروب دو ريفليكسيون اللي لازم تصنع فهمت ويتخلق والناس كلها تدخل وتتشاور و لكن متاكد تنجم تنجح الفكره هذه ما اي علاش مثلا الجروب هذا يكون بيان فيرمي فهمت ويكون فما مثلا نقاشات على حبر على بعض المواضيع يتم تسجيلها وانزالها لعامه الناس خاطر المجتمع وقت يشوف نقاش مثلا بيني وبينك هذا دعم ليا وليك هذا دعم للفكره نتاعنا الحضاريه عندما يشوف فيديو انت وانا وجلال وفلان وراس الغول قاعدين مع بعضنا فهمت ونحكي ونناقشوا هذا الدعم هذا بهذه الطريقه يتم خلق النويو اكيد فهمت تعرف الفكره هذه باش تذكرني كريم بكرة حكينا قلنا ليليت اللي تمشي في الغرب شوف بالك شو باش ما نخلبصش نفس الشيء يوقع في الغرب هكا راه يسميهم اليوم ليلوج ماسونيك اللي ليلوج ماسونيك مانيش عارف شو تقول بالعربي اللي اللي حلقات الماسونيه اطلعت على الفكر نتاعهم عن طريق هالكتب هذا ما كاين انا مطلع عليهم من قرب ومباشره نحب نهار نناقشوا فيها سيدي متاكد حكينا فيه وقت تلاقينا في باريس تشوف الناس هذا كريم فريمون اي سون sont très intelligents ناس اذكياء ياسر وهما اللي حركوا في الوعي الجماعي نتاع شعوبهم عن طريق السياسه وعن طريق العلم وعن طريق الفلسفه وعن طريق السينما وعن طريق الكتابات وعن طريق يعني هما فهموها
نحن للأسف اللي باش يتكلم يعاقب ولا يحارب. لكن علاش قلت لك إذا كان الكثير من الأصوات تخرج تولي تتكلم، خاطر إذا كان يكون صوت واحد ولا اثنين يتحارب من مجموعة، لكن كيكونوا برشا أصوات والكلها تقول في نفس الحديث وتقول في نفس الأفكار، لنا باش يكون التأثير أكثر إيجابي. فهمت؟ هذاك علاش أنا قلت لك، أنا هذاك علاش قلت لك، يعني وجودنا مع بعضنا في نقاشات أو في حلقات كما هكا وبثها على جميع النطاق سواء في الفيسبوك أو في اليوتيوب وكل شيء، هذا يخلي الشعب يوعى. مع العلم كريم أنه البعض من اللي يقدموهم على أساس مثقفين في التلفزة التونسية. لا لا لا، ما تحكيليش على المثقفين. نحكيلك جوست الفكرة انه اذا نخلقوا نحن الاعلام البديل من الانترنت، هذا هو بالانترنت بالقنوات اللي يعجبونا، الناس اللي يعملوا القنوات مع اليوتيوب وقاعدين يقوموا بمجهود لتطوير معناها الوعي الجماعي. طبعا طبعا، انا كما قلت لك يعني قبل ما نبدا هذه المقابله، يعني اشتريت برنامج باش يكون فيه بث مباشر على كل الواحد الاجتماعي، يعني البرنامج هذا يبث مباشرة على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى حلقات كما هكا، لكن لازم الأشخاص اللي يحبوا يدخلوا في هذا النقاش، فهمت، خاصة معناتها نحكيوا معنا خلينا في إطار تونس، يشاركوا في هذا الشيء ويشاركوا في التوزيع، ويكون مثلا كما نقول المتابعين بتاعك، خاطر احنا كل واحد عندنا أسلوبه، ولكن أوفانت كونت في الأخير كل أسلوب من أساليبنا عنده طبقة من المجتمع. أكيد أنت مثلاً عندك طبقة من المجتمع تتبعك وتفهمك، أنا عندي طبقة، جلال عنده طبقة، رأس الغول عنده طبقة، لازم الجمهور متاعنا يتعرف على بعضه، فهمت؟ اللي يسمعنا واللي يتبعنا لازم يتعرف على بعضه، هكيك تولي تكون كتلة قوية تكون على شكل لوبي، فهمت؟ يأثر على الفكر الجماعي للمجتمعات متاعنا. بون، يبقى الاشكال في تونس طبعا كما برشا ساعات يكلموني يقول لك بون يعطيك الصحه افكارك احلو، يخافوا من 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 يخافوا ماك البارتاج، علاش يخافوا من رده فعل الفاميليا والاصدقاء اللي معاهم في صفحاتهم، يخافوا بانهم يوليوا منعوتين بالصبع كريم. فهمت؟ لا سامحني هذا الامر كان قبل معناتها كثير يجدنا ما توا ماشي ويتكسر، ما يزم التدرج. انا علاش قلت لك الوعي ما يجيش ضربه واحده، لازمنا نخدمه باش هذا يتنحى. توا مثلا قداش من واحد كان يقول لك انا ما نوريش وجهي، من بعد ولا يوري وجهه، فهمت؟ قداش من واحد يقول لك انا ما نكتبش باسمي الحقيقي، من بعد ولا يكتب باسمه الحقيقي، يعني بشوي خاطر هي اون فانت كونت ديما لازم فما اشخاص يضحيوا في الاول، من بعد يتبعوا متولده كما احد الاشخاص قال لي هذا معناتها كوميرسون، هو قال لي تعرف انا كي نحب نبيع حاجه في شمال افريقيا شنو نعملها خاصه في تونس، قال لي نمشي نجيبك الحاجه مثلا ستيلو هذا نحب نبيعه نعطي 10,000 مجانا، الشعب الكل يشري. قال لي شمال افريقيا عند كل التجار وعند كل المفكرين ويحبوا يبثوا فكره انها يردوها موضه، لان الشعب الافريقي شعب يتبع بعضه للاسف. يعني واحد احنا نجدوا جروب كامل، فهمت، نتاع مثقفين نتاع مفكرين نتاع عندهم افكار احرار، فهمت، في تفكيرهم يعني يحبوا يوعيوا المجتمع، وقتها ما عادش هما مشكله، تتنحى المشكله بشويه يتكسر حاجز الخوف. لازم نصنع هالاعلام هالبديل هذا، ويزم نشجعوا الناس، ومن هنا بالك كما نقولوا فيها من منبر الحوار هذا دعوة موجهة. عندي واحد من الناس على الصفحة نتاعي، عندي الكثير من الأشخاص ما اعترف بهم من أذكياء وقوي ناس في روسهم، لازم تتكسر هذا الخوف، الحاجز نتاع الخوف هذا، والناس تولي تحكي، لازم تولي الناس تحكي. فمتى بالفعل تبقى ما نجمش نرغمهم على لأنه وري وجهك وتكلم، يعني بعد مش مشكل غير يا سيدي تكلم، حتى ما توريش وجهك تكلم مش مشكل، تنجم بكل بساطة الآن بالوسائل نجم حتى نبدل لك صوتك، ما فما حتى مشكل. أنا نقول لهم ساعات أشخاص يقول لي أنا ما نجمش نتكلم نخاف لا يعقلوني من صوتي، قل أنا نبدل لك صوتك، صوتك يكون مفهوم ونبدله لك. المهم يعني احنا نوجه دعوة كما قلت أنت لكل الناشطين التوانسة والشمال الإفريقيين
بصفة عامة، خلينا في إطار شمال إفريقيا وتونس بصفة خاصة خاطر ذا النقاش متاعنا تونسي، وشمال الإفريقيين أنهم يشاركوا. نعملوا مرة يا سيدي أنا وأنا وياك ورأس الغول نعملوا قاعدة، علاش لا مرة يجي معنا جلال بريك، مرة يجي معنا ونعملوا بشوية بشوية ونعملوا مجموعة خاصة بينا، فهمت؟ باش نوعيوا هذا الشعب ونفيقوه من الجهل اللي هو عايش فيه. شكرا هشام على هذه معناتها الدردشة طيبة. وشنو هو الكلمة الأخيرة اللي توجهها قبل ما نختم هذه الحلقة؟ كلمة بسيطة ياسر، ما زلت مأمن إنه شعبنا عنده لو بوتونسييل دانتيليجونس، مش بهي مش مصدق للأسف، يزم تكون ياخذ بيديه ويوريها ثنية وكهو، فهمت؟ بالنسبة لي أنا شعبنا مش بهيم ولكن مبهمينه، هو مفتعل أكيد 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 أكيد. خاطر نشوفوا شعبنا اللي يخرجوا لبرا شنو يعملوا، شنو يقدوا، كيفاش تعلموا اللغات، وكيفاش يندمجوا، كيفاش يبدعوا في جميع المجالات. هذا شعب مستحيل يكون بهيم. أما الإمكانيات اللي موجودة داخل الدول تاعنا ووسائل الإعلام، الهدف متاعها إنها طبيعي الشعب. علاش وسائل الإعلام، فهمت، ما تجيبش فلان وفلان وفلان، علاش تجيب ديما نفس الوجوه واللي عندهم عن التوصية شنو باش يقولوا شنو ما يقولوش، ولا حتى وتجيو يعزموا واحد ملحد للتلفزة يعزموا واحد بهيم ما يعرفش حتى يتكلم. ما هو في هذا السياق كما يقولوا فيها، لكن الكتاب نتاع نوم تشومسكي لا فابريكاسيون دو كونسونتمون، كيفاش يصنعوا معناها رضا الشعب. ثم 10 معناها التقنيات يستعملوهم ديما بعبر وسائل الاعلام لبث السموم نتاع الجهل باش الناس اللي تحكم يبقوا ديما في الحكم كاين ديما في كل منظومه السيطره اللي هي اخطر معناها دروغ، اخطر مخدر عارفه الانسان هو السيطره معناها. شيء طبيعي يا هشام، كان الشعب يوعى والشعب يفهم باش يولي يقول له اش بيك بابا نقسم معاك، وتسقط المنظومات. نحكيوا عليها، اذا كان الشعب بكل يوعى يسقط الدين وتسقط معاه المنظومه. كل شيء يا سيدي، ما عادش حاجتي بجنه، انا ما عادش حاجتي بجنه، اعطيني توا اش بيك انت يا ربك، عندك 800 مليار وانا ما عنديش ما ناكل يا رب. ما للاسف كما يقولوا فهمت. اوكي شكرا، نتمنى مقابله اخرى تكون معاك. يمكن معناتها انت كان عندك احد الاشخاص وانا نقترح على بعض الاشخاص نعملوا مقابله ثلاثيه ولا رباعيه ولا حتى خماسيه، خاصه عندما اخذ هذا البرنامج اللي نجم يستقبل عباد من كل منطقه، ونجم تكونكتي سواء من سكايب سواء من اي بلاصه، ويتم البث على كل فهمت الغيزو سوسيو، فهمت معناتها مباشره، مباشر يكون عبارة على تلفزة مباشرة. شكرا الأخ. كما هي اليوم الحرب الوجودية اللي زي ما تصير هي حرب ذكاء ضد الغباء. حرب أفكار يعطيك الصحة. حرب أفكار، الحرب فكرية. شكرا، ومع مقابلة قادمة وبسلامة.